ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين زهرة الكاميليا. إن شاء الله معانا مشروع جديد، وهو طريقة عمل طقم أطفال جيبة وجاكيت. كنا عملنا جيبة الفيديو اللي فات وقلت لكم إزاي تعملوها لأي مقاس، والنهاردة إن شاء الله هعمل لكم الجاكيت وإزاي برضه هتعملوه لأي مقاس أنتوا عايزينه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغط اللايك والاشتراك وتقولي لي بتتابعيني من أي بلد. بقى هعمل معاكم الجاكيت ده ونبدأ. معايا إبرة 4.5 ومعايا مقص ومعايا ماركر ومعايا زراير وإبرة تنظيف. هبدأ على بركة الله كده. ازاي هتعملي الجاكيت لأي مقاس؟ انت بتاخدي دوران الراس بتاع الطفلة او الشخص اللي انت هتعمليه، ومن الكتف للكم اما تيجي تعملي الكم، ده كل اللي احنا عايزين في الجاكيت. هنبدأ على بركة الله كده. احنا الغرزة بتاعتنا قلنا الفيديو اللي فات انها بتبدأ من مضاعفات العدد 6، يعني كل 6 ايه غرز بنعمل الغرزة بتاعتنا، بتعتمد على رقم 6، تقبل الاسم على 6. فانا هعمل نموذج كده اشرح لكم عليه، لان الجاكيت هيبقى مفتوح. انا شرحت الغرزة الفيديو اللي فات، بس طبعا احنا كنا عاملينها عشان كانت الجيبة مقفولة، لكن الجاكيت بيختلف مش في الغرزة، في النظام بتاعه، لانك انت هتقسمي الجاكيت. ازاي هنعمل؟ هنا هو بصدر دائري، بيعتمد على الغرزة اللي معانا زي ما قلت لكم بتعتمد على رقم 6. فانا عملت 48 سلسلة، وطبعا لازم تعملي الاعداد بتاع الغرزة زوجي. زوجي يعني ايه؟ الغرزة البتلات اللي احنا كنا عاملينها دي هنا، دي تبقاش فردي في الجاكت عشان تقدري تقفلي الكم. هنعرف ازاي مع بعض. انا عملت كده كنموذج 48 سلسلة. انت ممكن تعملي بقى متعدي 6 ولا اي حاجة، اعملي سلسلة بالرأس المطلوبة، دوران الرأس المطلوبة، واشتغلي الغرزة، وما توصلي عند العدد زوجي ممكن تفك من هنا بقية السلسلة لو هتتلخبطي. بعدين هرتفع 3 سلاسل بمثابة عمود، وهعد بقى، احنا كنا بنشتغل ده بمثابة عمود، وهعد 1 بعد الثلاث سلاسل، عد 1 2 3 واخش في الثالثة واعمل 4 أعمدة، 4 أعمدة نلف الخيط على الإبرة ونخش جوه الغرزة وناخد عمود عمود كده، نلف الخيط على الإبرة، ندخل في غرزة السلسلة كده، نشد الخيط، نطلع من 2 وكمان من 2، نلف الخيط على الإبرة، نشد الخيط، نطلع من 2 وكمان من 2. بعدين سلسلة، وفي نفس المكان هعمل 4 أعمدة في نفس الغرزة. بالشكل ده معي 4 أعمدة سلسلة، 4 أعمدة. بعدين بلف الخيط على الإبرة وعد 1 2، في الثالثة بعمل، مش هعمل عمود واحد بقى زي ما كنت بعمل 1 2 3، أنا هعمل 2 عمود. كنت بعمل في الجيبة عمود واحد لأن الجيبة كانت مقفولة، لكن أنت لما تيجي تضيري الصدر كده كده، إحنا هننهي هنا بعمود، هيبقى معاك 2 عمود. هنا لازم برضو 2 عمود مش 1 عمود كده. هنعمل 2 عمود، بعدين نلف الخيط على الإبرة ونعد 1 2، ونخش في التالتة نعمل نفس الكلام، 4 أعمدة. عايزه اقول لكم يا حبايبي ان دي مصطلحات في الكروشيه، سلسله 4 أعمدة. العمود من اساسيات الكروشيه زي النصف عمود وغرزه الحشو والمنزلقه
احنا شارحينهم مع بعض بالشكل ده، 4 أعمدة. وبعدين هنعد برضو نكرر 1 2 3، ونخش هنا ونعمل 2 عمود. بعدين هنلف الخيط على الإبرة ونكرر 4 أعمدة سلسلة، 4 أعمدة يعني، نلف الخيط على الإبرة كده ونعمل 1 2 3، ونخش نعمل البتلة بتاعتنا اللي هي غرزة المروحة، مكونة من 4 أعمدة سلسلة 4 أعمدة. بتمنى الفيديو يعجبكم وتقولي لي بتتابعيني من أي بلد. بالنسبة للمقاسات ممكن تعمليه لأي مقاسات على النظام اللي أنا بعمله ده، ممكن تعمليه لأي مقاس انت عاوزاه. بعدين عملت البتلة دي، بلف الخيط على الإبرة 1 2 3، وبخش أعمل عمودين وهكذا لآخر الدور. أنا هكمل بالشكل ده لآخر الدور وارجع لكم. عملت كده خلصت الاخر الدور، البتلات كده زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا نهيت هنا بعمود، يبقى هنا عمود وهنا عمود، يبقى هنا 2 عمود زي هنا 2 عمود زي هنا 2 عمود. هنعمل ايه، هنشتغل ازاي بقى؟ طبعا كل ما بنشتغل بصدر الجاكيت ويكبر معانا علشان الكم كده، هنمشي على النمط ده. العمود ده هنطلع 3 سلاسل وهزود هنا عمود في نفس المكان، يبقى كده معانا عمودين في الاول. وبعدين هنشتغل الغرزة بتاعتنا عادي، هنلف الخيط على الابرة ونسيب العمود الاولاني والعمود التاني، وناخد بريد امامي اللي هو العمود الامامي ده، والتاني بريد امامي، بريد امامي. هنلف الخيط على الابرة في المنتصف هنا مكان السلسلة اللي احنا عملناها، هنشتغل عمود 2 سلسلة، كمان عمود 2، يبقى احنا عملنا بتلة جديدة. هنلف الخيط على الابرة وهناخد بريد امامي كده، ونلف الخيط على الإبرة وناخد العمود ده بريد أمامي. طبعا انتوا عارفين ان البريد الأمامي ده يعني عمود أمام. هنلف الخيط على الإبرة وهنتخطى العمودين دول، وهروح على الـ2 عمود اللي احنا اشتغلناهم، وهنعمل في أول عمود هنعمل 2 عمود، وفي العمود ده هنعمل عمود. بعدين هنكرر، هنسيب العمودين دول وهروح للعمودين التانيين دول او التالت عمود، وهنعمل فيه بريد امامي. بريد امامي بنعمله ازاي؟ لف الخيط على الابرة وبندخل ابرتنا من ورا العمود كده، بنلف الخيط على الابرة وبنشتغل عمود عادي، لف نطلع من 2 وكمان من 2. بعدين لف الخيط على الابرة والعمود ده من وراه كده، بنلف الخيط على الابرة وناخد بريد امامي. بعدين نعمل ايه؟ 2 عمود في المنتصف سلسلة 2 عمود. لف الخيط على الابرة وناخد بريد امامي العمود الاولاني، العمود التاني بريد امامي، لف الخيط على الابره نتخطى العمودين دول ونروح للعمودين اللي هم فيهم تزايد دول، هنعمل في اول عمود تزايد يعني 2 عمود. بعدين عمود
بعدين نلف الخيط على الإبرة، ناخد بريد أمامي، نسيب العمودين الأولانيين ونروح للتالت كده، ناخد بريد أمامي، بريد أمامي، نلف الخيط على الإبرة ونكرر، نعمل عمودين، سلسلة، عمود. بعدين بريد أمامي العمود اللي بعده، بريد أمامي العمود اللي بعده، بعدين نخط العمودين دول ونروح للعمودين اللي هم احنا عملناهم، ونعمل تزايد في أول عمود، وبعدين عمود التاني نعمله فردي كده بالشكل ده. هيبقى معانا ايه القطعة بتاعتنا بالشكل ده. هنا في تزايد، هنا في تزايد، هنا بناخد العمودين اللي هو ثالث عمود، بناخده بريد أمامي ورابع عمود، بعدين نشتغل في المنتصف، وبعدين نعمل عمود أمامي، عمود أمامي، الاتنين دول بنسيبهم وبنشتغل عادي. طبعا القطعة بتاعتنا بتتزايد فين؟ عشان بتكبر معاكي أو بتتزاد معاكي، التزايد من هنا، لكن ده بيفضل زي ما هو. الاتنين الأربعة العمود الأمامي بنعملهم أربعة عمود أمامي، والأربعة العاديين بنعملهم في المنتصف بس. أنا هكمل كده القطعة لآخر الدور وهرجع لكم. دور بقى عندي الاتنين عمود ده، طبعا بتخطاهم، وده العمود الأولاني اللي أنا كنت عاملاه مرتفعة بيه، بعد من تحت واحد واحد سلسلة اتنين، وفي التالتة بدخل فيها كده، وبعمل عمودين زي ما بدأنا بعمودين في أول الشغل. بدأنا هنا بعمودين، يبقى هنا قصادهم عمودين هنا كده. بعدين هطلع ثلاث سلاسل. شوفوا بقى، احنا كنا طبعا عاملين الجيبة مقفولة كده، فكنت دايما في الجيبة كلها أعمدة أمامية، في الجيبة كانت أعمدة أمامية كلها. في الجاكيت احنا هيختلف. يعني ايه هيختلف؟ يعني انا طبعا عملت عمودين هنا هو، طبعا انا هلف الشغل، فالاعمدة الامامية اللي كانت هنا دي بص كده، الاعمدة الامامية دي اما لف الشغل هتبقى عندي كده اعمدة خلفية اهي، واضحة معايا اهي. فانا ارتفعت ثلاث سلاسل، وهعرفكم اما نلف الشغل هنعمل النظام ازاي. بصوا، لف الشغل هنا عمودين، هنعمل في الدور ده عمودين فقط كده، عمود ودي تاني عمود هنا كده. بعدين نلف القطعة الإبرة، الأعمدة دي مش هنعملها أمامي كده، هنعمل بريد خلفي، يعني هخلي إبرتي على العمود كده كده كده. يعني لما نلف الشغل والأعمدة أمامية، نلف ونعمل بريد خلفي أهي بالشكل ده. لف الخيط على الإبرة، دخل إبرتي من هنا كده، ورجع العمود لورا كده، شد الخيط على الإبرة، طلع الخيط واطلع من اتنين وكمان من اتنين، واشتغل عادي في المنتصف كده عمودين سلسلة عمودين. هيقابلني العمود الامامي اللي هو ده كده، انا هعمله ايه؟ بريد خلفي كده. زي ما قلت لكم، ندخل الابره كده من قدام العمود اهو، رجع العمود لورا ونشد الخيط ونشتغل عادي عمود اهو، نطلع من اتنين وكمان من اتنين، بعدين نلف الخيط على الابره ونروح للأعمدة دي اللي هي ايه؟ اللي هما تلاتة، التلاتة هيبقوا كام؟ أربعة. احنا تزايدنا هنا، هنتزايد في أول عمود من هنا كده، هيبقى معايا أربعة. كده كده
كده معايا 4، 2 تزايد وده الأربعة، وهنا لما تبصي هنا 2 وهيبقى فيه هنا 2 يبقى برضو 4، كده هيبقى الايه راوند متساوي كله أربعات. انك انت لما بتيجي تطبقي ده على ده بيبقوا معاكي 4 أعمدة، هنا برضو هيبقوا 4 أعمدة، يعني في كل دور هنا انا بتزايد في اول ايه في اول عمود 2 كل دور. لف الخيط على الإبرة وبناخد بريد خلفي، بريد خلفي، بعدين في المنتصف نعمل 4 أعمدة. طبعا عرفنا ازاي بنعمل البريد الخلفي والبريد الأمامي. كده بريد خلفي، بريد خلفي، تزايد، نروح للأعمدة بقى نتخطى اللي هما دول، بروح للأعمدة نعمل تزايد، التلات أعمدة دول بيبقوا ايه؟ عندنا 4، كده 2، كده 1، وادي كمان 1، بعدين نلف الخيط على الإبرة ونروح نعمل بريد خلفي، بريد خلفي، بعدين في المنتصف بنعمل 4 أعمدة، يعني الوسع بيجي في الصدر المدور اللي احنا بنعمله ده من الأعمدة اللي احنا بنتزايد فيها، مش من البتلة دي، البتلة دي ثابتة، ثابت شغلها، لكن الشغل هنا مش ثابت، هنا في أول عمود لازم بنعمل فيه تزايد، وما بنلف الدور برضو في أول عمود بتعملي فيه تزايد عشان توسع معاكي كده. لف الايه كده ونعمل بريد خلفي، بريد خلفي، بعدين بنتزايد برضو في الأعمدة العادية. وما بنلف الدور خلصنا الدور وبنلفه، يعني دور هنا دور هنا في تزايد ودور ما فيش تزايد، ده في اول الدور، في اول الدور من هنا، لكن في كل دور من هنا في تزايد، يعني لما نيجي هنا هنعمل 2 عمود بس في بداية الدور. بصوا حبايبي بقى، انا كده ايه عملت السطر بتاعه اهو، كل التوسيع زي ما قلت لكم اهو، 2 3 4 4 كده، 2 تزايد 2 تزايد، كل التزايدات بتبقى هنا، وهنا برضو بنتزايد زي ما قلت لكم، دور تزايد ودور ما فيش تزايد في اول السطر من هنا، وطبعا الاعمده الخلفيه بتعملها اعمده خلفيه والاعمده الاماميه بتعملها اعمده اماميه اما بتلف الشغل، لان الصدر مفتوح مش زي الجيبه، الجيبه كانت مقفوله فكنا بناخد الشغل بتاعنا دايركت كده، يعني لف كلها كانت أعمدة أمامية، تمام؟ فهقول لكم نقفل الصدر ازاي، اما تيجي بقى للصدر المطلوب بتاع الطفلة اللي انت عملتيه، انت ممكن تكبريه بأي مقاس زي ما قلت لك، اما بتيجي مقاس تحت الباط عندك بتعملي ايه؟ انت عاملة مثلا عدد زوج، تمام؟ اهي البتلة على البتلة اهي، بس انا عشان انا عاملة 8، الظهر لازم يبقى بتلاته زي الوش من هنا والكمام زي بعضها، فانت هتطبقي دي تعملي كده عشان بس ما تتلخبطيش، هتعملي كده كده اهو بتلة على البتلة، تطبقي كده في الصدغ المدور بنعمل كده البتلة على البتلة، اي صدغ مدور سواء ما انتش عاملة فيه مروحة برضو بتعملي نفس الطريقة بتاعتي دي، تمام؟ اهي ماشي، وما تيجي كده تعمليها اهو الكم من هنا هنا كده، وبنعلم بماركر، بصوا اهو علم الكم من هنا، تتاخدها بالويم كده وبعدين بتظبطي بقى،
يعني بتظبطي وانت شغال اهو كده من منتصف كده اهو. شوفي انا طبقت البتله على البتله اهي تمام. انت ممكن تيجي معاكي بقى هتقفلي في البتله مثلا، ما انتش عاملاهم 8 عاملاهم اكتر، فانت هتخلي اكتر يعني 10 مثلا، فهتخلي 3 للظهر و3 للوش و2 كده هتقسميهم يعني اهي. شوف اهو كم اهوت، بس لسه بتعمل له سلاسل بقى فبيوسع. فهنا قد هنا بصي، هنا بتلتين هنا بتلتين، يعني دي بتله ودي بتله اهو، ودي بتله ودي بتله قصتها اهي اهي. انت بتعملي لاي مقاس. اوريكم ازاي هنقفل الكم مع بعض تمام. ده برضو انا عاملاه نموذج بدايه الدور اهو، وانا هشيل الماركر برضو وهوريكم ازاي احنا هنقفل الكم مع بعض اهو. بصوا اهو انا طبعا شغاله فين، في ال كده كده في العمود اللي هو اللي كان الخلف الأعمدة الخلفية. فأنا كده هرتفع 3 سلاسل وهلف الدور بتاعي أهو، هروح أشتغل في الأعمدة الأمامية. يعني أنا خلصت الدور ده كانت أعمدة خلفية. طبعا لما تقفلي في الكم خليها أمامية عشان ما تتلخبطيش كده، بتشتغلي عادي أهو. لو في تزايد بتعملي التزايد. انا كنت عامله الدور اللي فات تزايد، فانا هعمل عادي. بصي الدور اللي فات كانت عامله تزايد، فانا عامله العمود عادي من غير تزايد، مش اولي تزايد كده كده. اعمدت عادي اهي الاعمده العاديه بالشكل ده، وهروح على البتله اعمل سيب العمودين الاولانيين دول واروح للتانيين دول، اعمل بريد امامي بريد امامي، بعدين عمودين سلسله عمودين بريد امامي بعدين عمود عادي. لو عايزه في الاعمده دي تزودي زودي 2 عمود 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 عمود. طب احنا قلنا ايه؟ قلنا هنقفل كده البتله على البتله وهنقفل كده. فاحنا هنيجي كده هنقسم الأعمدة دي اهو، 1 2 3 4، ومن هنا 1 2 3، وفي الرابعة اهو. فانا هاخد كده اهو الرابعة اهوت، هلف الخيط على الإبرة بعد ما عملت العمود واعمل كام سلسلة على حسب بقى ايه الكم بتاع الطفلة اللي هتعمل. انا هعمل 3 سلاسل مثلا، وهروح على منتصف الأعمدة دي هعد 1 2 3، وفي الرابعة دي هعمل عمود اهو. اشيل الماركر بتاعي اهو، عد 1 2 3 4 زي ما عملت هنا 4، هسيب هنا 4 وادخل اعمل عمود. والثلاث سلاسل دول هما ايه؟ قفلتكم اهو، كم اهو بتلة على البتلة، والكم قدامك اهو. خدت من هنا 4 أعمدة ومن هنا 4 أعمدة، وسبت هنا 4 وسبت هنا 4 كده، يبقى الكم مظبوط معاكي. انت على حسب ما انت عاملة دي، لو معاكي 8 قسموهم 4، لو معاكي 10 قسموهم 5 و5 كده. لو انت هتقفلي في المنطقة ده دي، هتقفلي في البتلة تعملي بتلة قصاد بتلة كده كم، خلاص يبقى انت بتقفلي في البتلة على حسب الشغل بتاعك. انا قفلت كده، انا معاك اهو قفلت الكم بتاعي. عايزه تعملي 5 سلاسل مفيش اي مشكله، انت هتعملي اصلا اعمده فيهم في الخمس سلاسل في الاربع سلاسل زي ما انت عايزه، تلف الخيط وتشتغلي اعمده عاديه اهي.
وهنا لو زودتي عمود في التزايد، تعالي في اخر عمود من الاعمده دي كده واعملي 2 عمود. ما زودتيش خلاص ما تعمليش 2 عمود، تمام؟ اهو بالشكل ده. وبعدين بشتغل عادي لحد ما اوصل للكم بتاعي، بغيت امامي البتلة. احنا عارفين الشغل الاساسي بتاع البتلة دي، خلاص هو ده شغل اساسي معانا اهو. بعدين بغيت امامي اشتغلنا البتلتين اللي في الظهر دول بمفهوم الاعمدة اهي، تمام؟ اللي في الظهر انا هعمل ايه بقى؟ هشتغل كده عشان هقفل بقى هنا، يعني هشتغل كده 2 عمود اهو، تمام؟ انا هعد 4 اعمدة واقفل، يعني واعمل الكم. ادي 2 3 4 زي ما عملت في الكم التاني، هعمل في الكم ده. هشيل الماركر بتاعي كده بقى خلاص، وهلف الشغل بتاعي وهاجي كده على البتلة دي وعد 1 2 3 4. هسيب 1 2 3 4 وهقفل هنا، هقفل في الرابع ده اهو. بس هعمل ايه؟ هعمل السلاسل اللي عملتها هناك 3، ولف الخيط واعمل كده 2 4 واقفل كده هنا في ايه هنا كده، تمام؟ اهو كده اهو الكم بتاعه اهو، تمام؟ كده قفلت الكم التاني، كده بكمل شغل عادي خالص اهو لاخر الدور. بالشكل ده بعدين ارتفع 3 سلاسل وخلاص بقى. انا هعمل ايه؟ الشغل بتاعي زي ما كنت بعمل هنا، بس هتعملها ادوار ثابته، مش هوسع بقى خلاص. انا ما دام انا قفلت كده من على الصدر اهو، اهو قفلت الكم ده اهو معايا اهو. هشتغل عادي بقى، وما تروح مكان الثلاث سلاسل دول، انا هعمل 3 اعمده. يعني لما اجي للشغل كده اعمل 3 اعمده، اعمل ده كله اعمده، يبقى معانا 1 2 3 4 5، والثلاث سلاسل يبقوا 8. 1 2 3 4 5، 8 و5 13، 13 عمود هنا كده هعملهم، وهعمل شغل عادي كده دوران. وهنا برضو نفس الحكايه 13 عمود، اعمده دي والاعمده اللي في النص. وانا انا كملت الجاكيت بنفس الاعداد كده، كملي الجاكيت بنفس الاعداد، مفيش تزايد بقى ولا تناقص، بنفس الاعداد كده. وعملت كم، وهنشوف هنعمل الكم التاني مع بعض ازاي. اهو تحت الابط اهو، تمام؟ هاجي كده في المنتصف ودخل ابرتي، شد الخيط بتاعي كده اهو، وارتفع 3 سلاسل مسافة عمود، تمام؟ وهنلف الخيط على الإبرة، وبعدين كمان عمود، يعني في كل سلسلة هنعمل عمود من السلاسل دي اهي بالشكل ده اهو. هنيجي هنا كده هنعمل عمودين، حرف الفي ده عمودين كده اهو، وبعدين هنا عمود، لف الخيط على الإبرة ونعمل عمود، يعني دوران الكم زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهنا هنا كده كده هعمل عمود اهو، عمود عمود عمود. طبعا لو قبلتك البتلة اللي هي
اللي احنا بنعملها الأعمدة الأمامية دي هتعملي كده اهي. انا عندي بتلة واحدة في الكم، انت ممكن يبقى عندك اتنين تلاتة، انت حسب الجاكت اللي انت بتعمليه. احنا بنعرف مع بعض بس الطريقة، يعني مكان الأعمدة بنعمل أعمدة، ومكان البتلة احنا بنعملها بتلة. لف الخيط على الإبرة ونسيب العمودين دول ونخش العمود ده نعمله بريد أمامي، بريد أمامي، نعمل كده نشتغل عادي اهو كده. اهو بريد أمامي، بريد أمامي، ونكمل عادي الأعمدة بتاعتنا على دوران الكم لحد ما نوصل هنا. يعني أنا هعمل دول كلهم أعمدة وهرجع لكم على دوران الكم أعمدة، ما عدا طبعا قابلتني البتلة دي فعملتها نفس شغلها. ماشي، أنت عندك بتلة اتنين اعملهم نفس الشغل، والأعمدة اعملي عليها أعمدة. وبعدين هقفل هنا كده بمنزلقة. بعدين هرتفع ثلاث سلاسل وهشتغل شغلي على كل عمود، هعمله عمود والبتلة هعملها بتلة زي ما بنشتغلها على طول. هاخد الكم كده دوران، كم دور؟ انا هطلع 14 دور، هو ده الكم المطلوب مني. انت على حسب الكم المطلوب منك، وبعد كده هاجي اعمل معاكم ادوار التناقص بتاع الكم. تمام، هعملهم وارجع لكم. بصوا يا حبايبي، انا عملت 15 دور كده بنفس الاعداد. عايزه اعمل بقى اعمل تناقص عشان يبقى بالنظام ده الاسويره دي. تمام، فانا هعمل ايه؟ ايا كان بقى الكم اللي معاكي، يعني تعملي التناقص بتاعته ازاي؟ تقفلي كده بمنزلقه هنا وبتطلعي الثلاث سلاسل عادي بتاع كده، وبتعمل ايه؟ عمود هنا. تمام اهو، بعدين في تاني عمود تعملي عمود غير متكامل، بتخلي اتنين على الابرة، بعدين بتلف الخيط وتطلعي العمود اللي بعده، تطلعي من اتنين هيبقى معاكي تلاتة على الابرة، هتاخدي التلاتة مرة واحدة كده. انت عملتي كده عمود واحد، خدت عمودين في عمود واحد كده، وبتكملي واحد اتنين تلاتة يبقى انا عملت في الاول تناقص، في اول الاعمدة تناقص، وهنا هعمل تناقص. يعني تعملي اتنين تناقص زي ما قلتلك كده. بنعمل ايه؟ بنعمل عمود غير مكتمل اتنين على الابرة، وبنلف الخيط بنروح على العمود اللي بعده وبنعمل عمود غير مكتمل، بيبقى معانا تلاتة على الإبرة، تلات حلقات، بنطلع من التلات حلقات وبنكمل الأعمدة بتاعتنا عادي أهو. كده يبقى أنا عملت هنا في دول كده اتنين تناقص. هنا جيت للرسمة بتاعتي أهي، اخد بريد امامي، بريد امامي، بعدين بعمل زي ما تعودنا اتنين عمود سلسلة، اتنين عمود بعدين بريد امامي، بريد امامي، بعدين الكم بتاعه. طبعا الأعمدة الباقية دي هنعمل فيها ايه؟ هنشتغل اول عمود عادي، تاني عمود هشتغل عادي. المهم انك تعمل اتنين تناقص في كل دور كده كده اهو. بعدين هاخد ده كده بقى تلاتة على الابرة، خدتهم مرة واحدة، بقى عندنا هنا عمود واحد
ونكمل الباقي، 1 2 3 4، بعدين هعمل بقى تناقص، هاخد العمود ده كده اشتغل عادي اهو، 2 على الابره اللي في الخيط، واروح العمود التاني واطلع من 2، هيبقى 3، هاخد 3 مع بعض، بعدين اعمل عمود، بعدين اقفل بمنزلقه. طبعا الكم ده، الكم عملت كم وباقي كم وتناقصت وكل حاجه، لازم تكتبي الاعداد اللي عملتها في الكم ده والادوار تبقى زي الكم ده عشان ما تتلخبطيش. وارتفع 3 سلاسل، واشتغل تناقص عمود قصدي، بعدين عمود، وبعدين عمود، بعدين تناقص عمود، واطلع من 2 يبقى 2، اروح للعمود التاني اطلع من 2 يبقى 3، احطهم الـ3 مع بعض واشتغل عادي. التناقص بتاع يعني الأعمدة بتاعتي، بعدين جت البتلة دي قابلتني، يعني أنا تناقصت هنا تناقص واحد، هتناقص اليمة التانية تناقص واحد برضو. كده أول تناقص، مع العمود التاني تاني تناقص، معايا 3، باخد الـ3 على الإبرة، بكمل شوف الدور الجاي هنعمل ايه. كده هنقفل بمنزلقة ونطلع 3 سلاسل، الدور الجاي هنعمل فيه برضو تناقص، 1 2، تناقص اهو، بعدين عمود عادي، عمود عمود. لو انت عايزة تلغي البتلات من الكم بتلغيها من الاول، من اول الكم. ازاي بقى؟ هقولك، لان انا هلغيها في اخر الكم. بصي انا عملت كده التناقص وعندي بتلة، هي المفروض بشتغل بقى ايه، تأسيس للبتلة التانية للشغل ده. انا هعمل ايه؟ هاجي هنا كده اعمل اللي هو البريد الامامي، بريد امامي تمام، هنا هعمل برضو بريد امامي، مش هعمل بقى، المفروض هنا كنت بدخل اعمل عمودين سلسلتين عمودين، مش هعمل، هعمل هنا كمان بريد امامي، بقت معايا كلها اعمدة اهي، وهنا كده بريد امامي اهي، وبعدين هاجي هنا كده اعمل عمود عادي
هنا عمود واعمل في الناحية دي تناقص واحد برضو كده اهو تناقص واحد مشي عايزه بقى يا حبايبي اغير الخيط عشان خاطر اعمل الاسويره دي تمام اهو عملت في الكم ده عمود اهو عادي اهو تمام خيط فقبل ما اخلص العمود الاخراني بيبقى فيه اتنين على الابره كده قبل ما تخلصي وتقفلي بيبقى فيه اتنين على الابره كده بالمنظر ده بشد الخيط بتاعي كده لو انت عايزه تعملي لون واحد بتعملي بشد كده الخيطين مع بعض وبروح اقفل عادي كده شد الخيط الابيض بقى اللي هشتغل بيه اهو واربط الخيط ده في الخيط ده كده للامان اهو تمام اهو واشتغل بالخيط الابيض بعدين احتفح ثلاث سلاسل مسافة عمود وبعدين اعمل اعمدة عادية في كل عمود عمود انا هعمل في كل عمود عمود وهرجع لكم الكم بقى اهوت انا خلصته وعملت البليسيه اللي هو عمود بريد امامي وبريد خلفي اعمده عاديه وبعدين بريد امامي وبريد خلفي ونهيت الكم وهنا برضو عملت نفس الحكايه اشتغلت اعمده على الرقبه كده بعدين عملت بريد امامي وبريد خلفي اللي هي جزء البليسيه وطبعا عملت الزراير دي ركبتها عشان وقت الفيديو احنا طولنا في الجاكيت ده بس كنت لازم ايه في تفاصيل كتيرة يعني كده اهو بقى معايا الجاكيت بالمنظر ده يبقى احنا عملنا الجاكيت وعملنا الجيبة بتاعته وعملنا الجيبة بتاعته الفيديو اللي فات ده طقم طبعا يلبس لثلاث سنين لاربع سنين والطقم ده انا عملت كورتين كده عشان خاطر عامله له زرار واحد وهو اصلا ايه جاكيت كويس كده وصغير ده يلبس طبعا زي ما قلت لكم من سنتين او سنه ونص سنتين ونص هو والجيبه اهو بتاعته الكورتين دول انا عاملاهم في فيديو على القناه في البونشو تقدري لو انت عايزه تعملي الكورتين دول في الجاكيت بتاعك تعملي تقدري تعمليه عايزه تعملي زراير زي ما انا عاملاه كده تعملي لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد انا بعمله